اهلا بكم في قناة عم محمود المنجد. النهاردة يا جماعة النهاردة معانا حلقة تنجيد كاملة ان شاء الله النهاردة. تمام، معانا عم محمود اهو. ازيك عم محمود؟ يا سلام. احنا فين النهاردة؟ النهاردة في شارع 9 في المقطم. شارع 9 في المقطم. الشغل معاك ايه؟ شغل مراتب والفتات. ده شغل ماشي الفتات الحمد لله. انا مش محتاج شغل طبعا يا عم محمود. انا مش محتاج شغل عشان كده. بص حاجه اقول لك فيها ايه. هقول ايه بعد كده هيبقى شغل عالي ان شاء الله. ان شاء الله اهو الشغل معانا كده. هنوريه لكم يا جماعه كده بالتفصيل. احنا بنلف الدنيا نوريكم كل حاجه بالتفصيل. تمام، تابعونا كده عشان تشوفوا اللي عندنا الجديد كله. طبعا نبتدي فك المراتب اهو دلوقتي. تمام، هي دي المسابات كبيره ثانيه يا ريس. اه انا عايز الغرفه بتاعتك. عندي كله. طب ماشي، عايز بس الحاجات ناخد اكسجين. ده ازاي؟ ده منزل القطن اللي معانا يا جماعه اهو. هوريكم بعد ما يتنجد المرتبة بنعمل ازاي. خدي حاجة البلاجة كمان اهي. والدمور في حاجة يعني. شايفين كده يا جماعة ابتدينا اهو مرحلة الضرب. تمام، انتوا شايفين كده ضرب القطن اهو ابتدينا فيه اهو. ابتدينا الشغل. هوريكم الشغل لما يخلص هبقى عامل ازاي. تابعونا كده.
بكم رجعنا لكم تاني. بس يا جماعه دي المرتبه الثانيه اللي معانا، تمام؟ ما انتوا شايفين دي كانت المرتبه الاولانيه اللي معانا، دي المرتبه الثانيه، تمام؟ معانا المرتبه الثالثه اهي، تمام؟ محمود بيعملها. بس يا جماعة دلوقتي انت بتعمل ايه يا عم محمود؟ دلوقتي اسمه ثلاث سجون فك الخياطة بتاعته وانا برجعها تاني على ايدي. بدل المكنة؟ بدل المكنة. تمام. انا بخيطها كده بدل المكنة. يعني هو كان مفتوح اصلا؟ هو كان متخيط والسجون فكه. انت بتخيطه. وانا برجع الخياطة تاني على الايد اهو. عشان المشوار بعيد، مش لسه هروح اخيط القماش على المكنة. تمام. تمام شوف كده اهو بخيطه. ده يدوي. بص اهي خياطه يدوي. ماشي يا عم محمود. يعني احنا عندنا البدائل كتير.